هنعمل النهارده وافل، وهو من الحلويات السهله البسيطه اللي كلنا بنحبها. انا جربت له مقادير كتير جدا، فصلت فيه البياض عن الصفار وكترت السكر ورجعت قللته وغيرت حاجات كتير لحد ما ظبط المقدار اللي يخليه يطلع مقرمش من بره ويكون طري ومستوي من جوه، وده اللي بيميزه شويه عن البانكيك. قبل ما نبدا في الفيديو، لو اول مره تشوفوني اعملوا لايك وشير، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس لو حابين توصلكم وصفاتي. اول حاجه عشان ابدا بالوافل، هجهز اول حاجه بيضتين وشويه فانيليا صغيرين، هحط عليهم نص كوبايه زيت وكمان نص كوبايه لبن بس، وكوبايه وربع ميه تقريبا. يعني انا ممكن ازود شويه كمان لو ما وصلتش للقوام اللي انا هوريه لكم في الاخر، بس غالبا هو كوبايه وربع ميه هتظبط خالص. هقلب المقادير دي كويس مع بعض خالص، وهضيف عليها معلقه سكر واحده بس. يعني الوافل كده كده احنا عارفين احنا مش بناكله لوحده، يعني بنحط عليه صوصات، بنحط عليه عسل، بنحط عليه ايس كريم، فكده كده معلقه سكر واحده بس كفايه، علشان السكر بيسرع من ان الوافل ياخد لون، وانا مش عايزاه ياخد لون بسرعه عشان يبقى مقرمش ما يبقاش طري. فمعلقه سكر كفايه قوي، وهضيف عليهم كمان 3 كوبايات دقيق و3 معالق صغيره بيكنج باودر، مش معالق كبيره. وهقلب الدقيق كده بالتدريج لحد ما هنوصل للقوام ده، كده يبقى هو كده ظبط معايا. لو حسينا ان هو تقيل هنزود شويه ميه صغيرين. هو ان شاء الله يعني نص كوبايه لبن وكوبايه وربع ميه مع الثلاثه دقيق هيبقى القوام اللي انا عايزاه ده. كده هسخن جهاز الوافل بتاعي، ضروري جدا نسخنه كويس، ونرش على رشه زيت اول مره بس هنيجي نعمل هنرشه، وبعد كده هو هيبقى سخن وهيظبط معايا عادي. هنحط كميه الوافل اللي احنا متعودين عليها، ان الجهاز بتاعي بياخد تقريبا يعني رينج كبشه ونص من الكبشه دي، كده زي ما هو بتاعكم متعودين ان هو ياخد هياخد. انا هسيبه لحد ما ياخد لون، هيطول شويه علشان انا مقلله السكر، علشان انا عايزاه يبقى مقرمش من بره. انا هعمل كميه الوافل كلها، يعني المقدار كله هعمله حتى لو مش هاكله. انا بعمله واحطه في علبه في الثلاجه، وبعد كده لو عندي اير فراير بحط فيها يعني دقيقه كده بيقرمش تاني، بيرجع يقرمش تاني كانه لسه معمول. لو ما عندناش في الفرن عادي هيقرمش برضه. انا بحب اكله بالايس كريم، بالموز والعسل، باي صوصات زي ما انتوا عايزين. المقدار ده هيطلعه يبقى مستوي من جوه جدا، من بره كمان مقرمش قوي، مديله طبقه مقرمشه، ودي اللي بتميزه عن البان كيك وبتديله طعم حلو قوي. جربوا الوصفه دي، يعني الطريقه دي كده بالظبط، وقولوا لي رايكم فيها ايه. هي فعلا اكتر طريقه هتظبط معاكم للوفر، عايزاكم تقولوا رايكم فيها ايه.